بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستأنف مع لستوار دو جونو لو بيتي غارسون اون كولير. إذا كما رأينا في المسابق لا مير بلو لي باتو اي دي فلور سور لو مور. او بيي دو مور ان بيتي غارسون ايت اسي. سي جونو. Tu crois qu'il joue? Non, il est en colère. Il a été grondé par sa maman. Il ne voulait pas dire bonjour. Sa maman l'a puni. Alors Jono s'est mis en colère. Il a déchiré son livre d'images. Il a tiré la queue du chat. Il a donné un coup de pied au chien et il est parti en disant « Je suis malheureux. » Personne n'est plus malheureux que moi. Thomas, Jono se lève, et il s'en va à travers les champs. Dans le premier champ, il rencontre une petite biche qui pleure. Pourquoi pleures-tu, bichette? Je suis toute seule. Les chasseurs ont tué mon père et ma mère. Mon père était fort et me défendait. Ma mère était douce et me caressait. Tu as de la chance, toi, d'avoir un papa et une maman. Et d'un genou, se lève. Il s'en va à travers les champs. Tu m'as dit que tu es كما نقول اترافير يعني وسط لي شان كما نقول اترافير عبر لي شان الحقول. طبعا هنا عندنا لو فيرب سونالي. طبعا عندنا الفعل تيكون هكذا سونالي تتكون عندنا فيها اون انك تسير في اتجاه معين. il s'en va اذا هو يسير في اتجاه معين à travers les champs, عبر الحقول. Dans le premier champ, في الحقل الأول, il rencontre une petite biche qui pleure. إذن هو يلتقي, عندنا le verbe rencontrer, هو يلتقي, une petite biche qui pleure. إذن هو يلتقي, ضبية صغيرة كي بلور التي تبكي. بوركوا بلورتي بيشات؟ لماذا أنت تبكين أيتها الضبية؟ بوركوا بلورتي بيشات؟ جو سوي توت سول. كما نقول أنا كل وحيدة. المقصود أنني وحيدة جدا كما نقول أنني لوحدي أنا أعيش لوحدي. Les chasseurs كما رأينا فيما سبق يعني الصيادون. رأينا فيما سبق لو فيرب شاسي صاد. أنك تصيد طيور تصيد حيوانات البر إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لو فيرب شاسي. ومن مثلا لا شاس الصيد صيد البر. لي شاسور إذا نتكلم عن الصيادون. أون تيي طبعا عندنا هنا لو فيرب تيي يعني فعل قتل. إذا هاد الصيادون أنهم قتلوا. أون تيي كما تنشوفوا بأن لو فيرب تيي مصرف مع لوكسيليير أفواغ لأن هاد الصيادون قتلوا شيئا ما. ليسوا هم الذين يقتلون. وإلا لكن في الحالة غنستعملوا اتخنا مع لو فيرب تيي. نقول مثلا لي شاسور سون تيي يعني أن الصيادون هم قتلوا. وهنا في هذه الحالة ملي غيتصرف لو فيرب تيي مع اتخ غادي يتأثر بالفاعل. لي شاسور سون تيي غنزيدو اسنا.
يعني أن الصياد قتلوا، لأن الفعل تيتصرف مع إتر ملي تيكون كأوكسيليار، إذا الفعل تيتأثر بهاد لو سيجي. إلا كان مؤنث، إلا كان هاد لو سيجي مؤنث، هاد الفاعل مؤنث، تنزيدو أهنا. إلا كان جمع بحال اللي عندنا مثلا، إذا طبعا غنزيدو إس. إذا هنا عندنا هاد لي شاسور هم قتلوا هاد القتل من الصيادين إلى هاد الحيوانات، وبالتالي غنستعملو هنا كما قلنا لوكسيليا أفوار مع لو فيرب تويي. وهاد القاعدة طبعا سيرية مع كل الأفعال. لي شاسور أون تويي مون بير، إذا الصيادون أنهم قتلوا أبي إي ما مير، وقتلوا أمي. إذا الضبية تجيب جنو، تقول له بأنني أنا وحيدة لأن الصيادون قتلوا أبي وقتلوا أمي. لي شاسور أون تويي مون بير إي ما مير. مون بير إيتي فور، أبي كان قويا. مون بير إيتي فور، طبعا لما نتكلمو على مامير سنقول مامير إيتي فورت. مامير إيتي فورت، أمي كانت قوية. أمي كانت قوية، ولكن ماذا قالت؟ قالت مون بير إيتي فور، أبي كان قويا. إيمو ديفوندي، إيمو ديفوندي، وكان يدافع عني. إيمو ديفوندي، ديفوندر كيلكو شوز، أنك تدافع عن هذا الشيء. إذا نتكلم هنا على لو فيرب ديفوندر، فعل دافع عن. إيمو ديفوندي، إيمو ديفوندي، المقصود أنه كان يدافع عني. مامير إيتي دوس، مامير إيتي دوس، أمي كانت كما نقول حنونة، عاطفة، كانت رحيمة إلى غير ذلك. إذا نقول عن شيء بأنه دو في المذكر، نقول مثلا هنا مون بير إيتي دو، مون بير إيتي دو. نقول مثلا هنا مون بير إيتي دو، أبي كان حنونا، كان عاطفا. إذا نتكلم هنا عن لين، نتكلم عن الظرافة إلى غير أنه كان ظريفا. نفس الشيء هنا دوس في المؤنث، إذا أن كانت ظريفة، من أن كانت لينة، كانت عاطفة إلى غير ذلك. مامير إيتي دوس، إيمو، إيمو كاريسي، إيمو كاريسي. طبعا رأينا فيما سبق لو فيرب كاريسي، لو فيرب كاريسي أنك تلاطف شيئا ما. إذا هي كانت تمرر يدها مثلا، أو كما عند الحيوانات أن كانت تمرر لسانها على ابنتها، إذا تعبيرا لها عن حبها لها. مامير إيتي دوس، مامير إيتي دوس، إيمو كاريسي. تيي دو لا شونس، توا أنت عندك الحظ، أنت، أنت عندك الحظ، أنت. شنو هاد الحظ؟ دافواغ أن بابا، دافواغ أن بابا، بأن يكون، بأن يكون عندك أب إي إن مامو، وأن تكون عندك أم. أنت عندك الحظ، عندك الأب ديالك وعندك الأم ديالك، ماشي بحالي أنا اللي ما بقاتش عندي الأم ولا الأب. tu as de la chance toi، tu as de la chance toi d'avoir un papa et une maman. إذن كما قلنا je me soulève، il s'en va à travers les champs، il s'en va à travers les champs، dans le premier champ il rencontre une petite biche qui pleure. pourquoi pleures-tu bichette؟ je suis toute seule، les chasseurs ont tué mon père et ma mère، mon père était fort et me défendait، ma mère était douce، ma mère était douce et me caressait. tu as de la chance toi d'avoir un papa et une maman. ثم عندنا le petit garçon arrive maintenant dans un deuxième champ، un vieux cheval est là couché par terre، il gémit، il essaie de se lever، il ne peut pas، il n'a plus de force. pourquoi gémis-tu؟ lui demande Jonah. hélas، quand j'étais jeune je pouvais sauter et galoper، et maintenant je ne peux même plus me tenir debout. comme tu as de la chance d'être jeune et fort. le petit garçon arrive maintenant dans un deuxième champ،
إذا الطفل الصغير يصل الآن دون زان دوزيام شون إلى كما نقول هنا في حقلين ثاني إذا الآن يصل إلى حقل ثاني، إذا هو يعبر الحقل الأول، الحقل الثاني، الحقل الثالث إلى غير ذلك. إذا هو مستمر في عبور هذه الحقول. إذا لو بوتي غاسون أغيف، طبعا عندنا هنا لو فيغ أغيفي هذا فعل وصلة. لو بوتي غاسون أغيف مانتونون، إذا الطفل الصغير يصل الآن دون زان دوزيام شون إلى حقل ثاني. Un vieux cheval. Regardez-le sur l'image. C'est un vieux cheval. كمان نتكلم عن حصان قديم. هي تقال هكذا. ولكن المقصود بها في هذه الحالة حصان كبير. كبير السن. Un vieux cheval est là. حصان كبير السن est là. هو هنا. المقصود موجود في الحقل الثاني. Le petit garçon arrive maintenant. Dans un deuxième champ. إذن هو يصل الآن هذا الطفل الصغير إلى حقل ثاني. Un vieux cheval est là. إذن حصان كبير السن est là. هو هنا. المقصود بأنه موجود هنا. موجود في هذا الحقل الثاني. Couché par terre. ممتد على الأرض. متمدد على الأرض. Couché par terre. Il gémit. Il gémit. طبعا عندنا لو فيرب جيمير. عندنا لو فيرب جيمير. يعني فعل أن. أنه يا إن. Il gémit هو يا إن. يا إنه من الألم. يا إن يحس مثلا بمرض. إذا هو يا إن. Il gémit. Il essaie de se lever. 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 إذن هو يحاول de se lever بأن يقف. عندنا هنا لو فيرب se lever. هو اللي عندنا هنا. جنو se lève. جنو يقف. علاش أنا ما تصرفش؟ لأنه جاء مباشرة بعد فعل آخر. لأنه جاء بعد فعل آخر وجاء بالخصوص بعد دو. الأفعال تجي بعد دو طبعا لا تصرف. Il essaie de se lever. إذا هو يحاول. طبعا عندنا لو فيرب essayer. سي لو فيرب essayer. هذا فعل حاول. Il essaie de se lever. هو يحاول الوقوف. طبعا عندنا لو فيرب إيسيي نصرف في البريزون. أما في لو باسي كومبوزي فنقول إل أ إيسيي. هو حاول. إل أ إيسيي. إل إيسي دو سو لوفي. هو يحاول الوقوف. إل نو بو با. هو لا يستطيع. هنا عندنا أش من فعل هذا؟ سي لو فيرب بوفوار. هذا لو فيرب بوفوار. إذا هو تيبغي يوقف وما تستطعش. Il ne peut pas. Il n'a plus de force. Il n'a plus de force. هو لم تعد عنده قوة. كان ممكن نقول هنا مثلا Il n'a pas. Il n'a pas de force. هو ليست عنده قوة. ولكن هاد بلي كما ذكرنا فيما سبق المقصود بها بأنه كانت عنده وما بقاتش. كانت شي حاجة وما بقاتش. مثلا نقول il n'y a plus de sucre. لم يتبقى سكر. المقصود بأنه كان وما بقاش. ماشي بحال قلنا il n'y a pas. Il n'y a pas de sucre. ليس هناك سكر. ممكن أنه أصلا لم يكن هناك سكر. إذن هاد بلو تتعني بأن الأمر كان وما بقاش. il n'a plus de force. إذن لم تعد عنده قوة. ما بقاتش عنده القوة باش يوقف. Pourquoi gémis-tu? Lui demande Jeannot. لماذا تئن أنت؟ يطلب منه أو يسأله Jeannot. إذا تيسولو علاش تئن؟
لماذا تأين؟ لماذا الصوت كأنك تشكو شيئا؟ Pourquoi j'ai mis tu lui dans mon genou؟ Hélas, hélas, hélas. للأسف. Quand j'étais jeune, عندما كنت شابا. Quand j'étais jeune. إذا طبعا الحصان يتكلم هنا. Quand j'étais jeune, عندما كنت شابا. Je pouvais, هاد pouvais هي هاد بو اللي عندنا هنا. غير هادي في البريزون، هادي في لامبارفي. يعني أنني كنت أستطيع. Je pouvais sauter. كنت أستطيع أقفز. Et galoper. وأجري. Le verbe galoper. إذن فعل جرى عند الحيوانات. Je pouvais sauter. أنا كنت أستطيع أقفز. Et galoper. وأجري. Et maintenant. بحال هاد maintenant اللي عندنا. الآن. والآن. Et maintenant. Je ne peux même plus. أنا لم أعد حتى أستطيع. حتى أستطيع. Me tenir debout. Me tenir debout. Tenir كما رأينا يعني أنك تمسك بشيء. Le verbe tenir يعني فعل أمسك. إذن هنا أنا لم أعد حتى أستطيع. Me tenir. أن أمسك نفسي، أن أمسك نفسي. me tenir. هنا عندنا لو فيرب se tenir. ماشي عندنا لو فيرب tenir. لو فيرب tenir يعني أمسك. se tenir كما نقول أمسك نفسه. إذن أنا لم أعد حتى أستطيع أمسك نفسي دوبو واقفا. دوبو واقفا. طبعا عندما كنت شابا كنت أستطيع القفز والجري. أما الآن فلا أستطيع حتى أبقى واقفا. comme tu as de la chance d'être jeune et fort. comme tu as de la chance d'être jeune et fort. comme tu as de la chance d'être jeune et fort. كم أنت. طبعا هاد كوم ممكن أن تعني مثل. je suis comme toi. أنا مثلك. إذا طبعا كوم ممكن أن تعني مثل. ولكن هنا طبعا تعني كم. هنا تعني كم. comme tu as de la chance. comme tu as de la chance. كم أنت عندك الحظ d'être jeune et fort. أنك صغير. أنك شاب أو صغير. et fort وقوي. et fort وقوي. ليس مثل أنا الذي لم أعد لا شابا ولا قويا. أنت لست مثلي أنا الذي لم أعد لا شابا ولا قويا. Le petit garçon arrive maintenant dans un deuxième champ. Un vieux cheval est là, couché par terre, il gémit. Il essaie de se lever, il ne peut pas, il n'a plus de force. Pourquoi gémis-tu l'eau dans mon genou? Hélas, quand j'étais jeune, je pouvais sauter et galoper. Et maintenant, je ne peux même plus me tenir debout. Comme tu as de la chance. Comme tu as de la chance d'être jeune et fort. Comme tu as de la chance d'être jeune et fort. نستأنف مع الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.